السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم وارتفاع جديد في أسعار الذهب، سجل الذهب عيار 24/2011 البيع 1965 جنيه، الشراء الذهب عيار 22 سجل 1843 البيع 1802 جنيه، الشراء. أما الذهب عيار 21 سجل 1760 البيع 1720 الشراء. أما الذهب عيار 18 سجل 1508 البيع 1474 الشراء. الذهب عيار 14 سجل 1173 البيع 1146 الشراء. أما الذهب عيار 12 1005 سجل 1005 البيع 982 الشراء. الذهب عيار 9 سجل 754 البيع 737 الشراء. أما الذهب الجنيه الذهب اليوم سجل الجنيه الذهب 14080 البيع 15375 الشراء. أما أونصة بالدولار الأمريكي، أونصة سجلت 1847 دولار البيع 1846 دولار الشراء. فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل ليوصله كل جديد، وشيروا الفيديوهات عشان الناس تستفاد. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.